جمعية مركز الحرية الحصانات لحقوق الإنسان، عايزين نعرف من حضرتك إيه دور الجمعية في الاستفتاء القانوني بشكل عام؟ إحنا دور الجمعية أساسا كان من أول ما اتشهرت من حوالي سنة عملنا مراقبة انتخابات للشعب والشورى والرئاسة اللي فاتت. فالمرة دي لقينا إن الناس حابة جدا إنها تراقب العملية الانتخابية، حابة إنها تبقى متواجدة فعليا، فعملنا 500 تصريح في محافظة المنيا. غالبية التصريحات أو 100% من التصريحات طلع الشباب، ما فيش اي احزاب، رفضنا كل الاحزاب اللي هنطلع اي تصريحات حتى الان. كل الشغل بتاعنا بالارتباط مع المجلس القومي لحقوق الانسان على اساس ان هو المنوط بيه انه يطلع التصريحات دي. والتقارير عاملين غرفه عمليات، غرفه العمليات دي شامله 9 مراكز، 11 دائره انتخابيه من مني. تمام، انت شايف حضرتك الاستفتاء ده مختلف عن الاستفتاء الاولاني بعد الثوره من ناحيه المراقبه؟ لا، من ناحيه المراقبه الاستفتاء ده او الاستفتاء اللي فات او الشعب او الشورى، احنا بالنسبه لنا كمراقبين محققين فمش فارقه معانا، احنا كل القصه احنا بنرصد المخالفات والانتهاكات بنوديها للجهه المنوط بيها اللي هي بتاعتنا المجلس القومي لحقوق الانسان او اللجنه العليا للانتخابات. احنا شفنا في المرحله الاولى 7000 مخالفه، يعني من ضمن في تجاوزات ماشي وفي انتهاكات، يعني في اللي هي انتهاكات صريحه وفي تجاوزات بعض تجاوزات طفيفه. يعني عايزين نعرف ال 7000 شكوى اللي اتقدمت للمجلس القومي لحقوق الانسان اللي وصلتها بعض المراكز وبعض الجمعيات، عايزين نعرف الشكاوى دي هتروح فين؟ ايه اللي هيتعمل فيها؟ الشكاوى دي المفروض بس نبقى عارفين ايه الجهه اللي نقدم بيها الشكوى. تمام. فدلوقتي في الاستفتاء في المرحله الاولى كان في مشكله، الناس كانت بتقدم شكاوى، بتقدموها لمين؟ لنادي القضاء. بتقدموها لمين؟ لمركز كذا. لا، الحاجه الوحيده المنوط بيها في تحقيق الشكوى هم مكانينهم فقط، المجلس القومي لحقوق الانسان واللجنه العليا. واي شكوى بتروح للجنه العليا لازم يتحقق فيها، وده طبقا لكلام المستشار رئيس اللجنه. كنا عايزين نعرف دور المراقب الحقوقي داخل اللجنه. دور المراقب الحقوقي ان هو بيرصد، او هو عباره عن كاميرا بترصد اي مخالفه صريحه او عاديه. في نوعين من الانتهاكات، انتهاكات خطيره دي ممكن تبطل اللجنه نفسها زي ما حصل في الرئاسه في لجن كتيره وابطلت، وفي انتهاكات بقت عاديه زي الدعايه خارج اللجان وداخل اللجان والكلام. تمام. احنا بالنسبه لنا بنرصد الحاجه دي وبنبلغها للجهه المنوط بيها بتاعتنا اللي احنا تحت اشرافها، المجلس القومي او اللجنه العليا. هي بقى تحقق فيها او ما تحققش فيها، احنا خلاص شغلنا عملناه. هم بقى يحققوا فيها يعملوا اي نوع بيهم، ده حريه شخصيه. تمام. في حاجه ثانيه برضو كانوا قالوا في المرحله الاولى ان ما كانش في بعض اللجان كانت فيها اساتذه الجامعه ودكاتره كانوا بيراقبوا غير مش قضاء، يعني هل الكلام ده كان موجود؟ الكلام ده اترصد من اكتر من مكان. تمام. بس رئيس اللجنه العليا مستر البرشي انكر الكلام ده، قال كل الموجودين دول قضاه. طب هو ايه اللي يثبت؟ اللي يثبت ان هو في حال من السفته المرحله الاولى ان الناس كانت بتطلب من القضاه الكارنيه بتاعهم، وبالفعل في ناس تعاونت، ومن حق اي ناخب ان يطلب من القاضي او رئيس اللجنه بتاعته الكارنيه بتاعه. بس دي ظاهره اول مره نشوفها في زي بعضه بسبب الحاجات المشكله اللي حصلت مع القضاء، ان في عدد كبير من القضاء رفض، فهي دي المشكله الكبيره. هي دي المشكله ان بقى فيها تشكيك بس من كل جهه. طب بعد اعلان نادي مجلس الدوله بعدم الاشراف على الانتخابات المرحله الثانيه، هل انت شايف في ازمه هتسبب ازمه كبيره قوي في المرحله الثانيه في الاستفتاء؟ رئيس اللجنه العليا قال بنفسه ان في عدد كبير احتياطي وان مش هتسبب اي ازمه، وانا من حقي كمراقب او كناخب عادي ان انا هطلب من رئيس اللجنه كارميها. واللي عرفته ان في المرحله الثانيه طلبوا من كل رؤساء اللجان انه يعلقوا على باب اللجنه صوره الكارنيه بتاعه او انه يبقى معلقه كاي دي ليه، وده افضل. بس هو حته التشكيك، احنا برضو في الرئاسه تم تشكيك كبير جدا وما نعرفش على اي اساس تم التشكيك. انا دلوقتي برصد حاجه، هل هي صحيحه او غلط؟ اسال اللجنه العليا فيها. زي دلوقتي قالوا في 4000 شكوى راحت، رئيس اللجنه قال لك ما فيش شكاوي ولا جبهه الانقاذ ولا اي مركز حقوقي بعت لنا الكلام ده. خلاص انا ليا كلام رئيس اللجنه العليا اللي هو من حقه فعليا ان هو يقول في شكوى او لا. احنا نتمنى ان الناس تبقى عارفه الاتجاه بتاعها في الشكوى يروح فين، في مكانين، سواء مجلس القومي لحقوق الانسان او اللجنه العليا، هم دول المكانين المنوط بيهم ان يتم التحقيق في الشكوى. فيا ريت، يعني اتمنى ان يتم من كل الصحف ان تنشر رقم تليفون او فاكس اللجنه العليا او المجلس القومي لحقوق الانسان. وده حصل في بعض، هم دول المهمين. انما اي قناه تقول لك دي طب وفائدتها ايه؟ انا المهم عندي اللجنه العليا هي الوحيده اللي من حقها تقوم بالتحقيق في الشكوى، وهي الوحيده اللي ممكن تبطل اللجنه، هي الوحيده اللي ممكن تبطل الانتخابات نفسها. تمام. فيبقى على هذا الاساس ان الشكوى تبقى بالجد في المرحله الثانيه من الاستفتاء.
عدد القطار المفروض اللي هم يجروا متواجدين كام؟ المفروض ما يقلش عن 6000. هو فعلا مستشار الدوله بلش امبارح قال الكلام ده، قال ان في احتياطات اكتر من كده كمان.